يشوفني با ومي تنطلب منهم تسامح كلهم يسامحوني دنيا واخره انت موتوا الحياه يسامحوني تنتمنى من الوالدين يسامحوني. قصتين اخوتين تعرفت على واحد شاب اغتصبني ووقع اللي وقع هذا ما كان حملت منه وتنقلب عليه دروكا ما لقيتوش لا اله الا الله محمد رسول الله وبجر عليا من الدار قال لي الا ما جيتيه هو ما تدخليش للدار امي مريضه وانا مريضه ولا اله الا الله ما عرفتش كي ندير اخوتي اتقهرت راه ما عمرني هدرت في هاد الاذاعه داكشي علاش تلقاو هدرت في ماكله انا عايشه في الزنقه دابا في الزنقه حاليا الزنقه يلي وفيها الشمكاره البارح كون ما هربتش من الشمكاره عند البوليس كون لا اله الا الله حياتي تدمرات اخويا دمرات حياتي بكل معنى الكلمة حياتي دمرات ما بقات ليها معنى من دون امي وبا ما بقى ما عندي معنى ما فكر شي ما عنديش اخويا ما عندي الله والمحسنين ما عنديش اخويا تنضري في الزنقة وصافي كل ما تلاقيت مع السيدة الله يحمى ليديها تاهي الله يجازيها بخير الله يخلي لها بنيتها ولقيتكم نتوما تنتوما في برنامج شوف تي في ربما تلقاو ليا الحل الرغبة ديالي هو نستر في محل انا هادشي اللي كتب عليا الله تعالى هادي الرغبة ديالي اما تنطلب حتى حاجة كثيرة بغيت غير نستر انا وهادشي اللي عطاني الله ونبعد على والديا واخا حتى هما قالوا لي بعدينا خاصني نبعد عليهم اش ندير واخا ما قديتش نبعد على والديا كاع اخويا ما قديت الا كنت يشوفني با ومي تنطلب منهم السموح كلهم يسامحوني دنيا واخره انت موتوا الحياه دي سامحوني تنتمنى من الوالدين يسامحوني